بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمه الله: المفعول له. يقول شيخنا: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد، وقتا وفاعلا وإن شرط فقد، فاجرره بالحرف وليس يمتنع، مع الشروط كلزهد ذا قنع. وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء، ولو توارت زمر الأعداء. أولا، ما هو المفعول لأجله؟ مصدر منصوب يذكر تعليلا لفعله. استمعوا معي إلى قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، لأنهم الأفعال الخمسة التي قال عنها شيخنا: واجعل نحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكون لترون مظلمة. هذه الأفعال ترفع بثبوت النون. يجعلون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، لأنهم الأفعال الإيه؟ الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أصابع مفعول به منصوب، علامة النصب الفتحة الظاهرة على الباء. أصابع مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، وهذه إضافة معنوية، لأن المضاف نكرة استفاد التعريف من المضاف إليه. الميم علامة جمع الذكور. في آذانهم، في حرف جر، آذان اسم مجرور، علامة الجر الكسرة الظاهرة، وآذان مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم علامة جمع الذكور. من الصواعق، من حرف جر، والصواعق اسم مجرور، علامة الجر الكسر الظاهرة. حذر مفعول لأجله، فهذا يسمى عند النحاة مفعولا لأجله، أو مفعولا له، أو مفعولا من أجله. ثلاث مسميات لاسم واحد: مفعول من أجله، مفعول لأجله، مفعول إيه؟ له. كل هذه مسميات لهذا الدرس. انظروا إلى كلمة حذر، مصدر، وقلت لكم أكثر من مرة إن المصدر هو التصريف الثالث للفعل. حذر يحذر حذرا، قام يقوم قياما، صام يصوم صياما، فالمصدر يعني التصريف الثالث للفعل، وهو يدل على حدث ليس له زمن، بعكس الفعل. الفعل له زمن وله حدث، شرحنا هذا قبل ذلك صح؟ طيب، حذر مفعول لأجله منصوب، علامة النصب الفتحة. حذر مضاف، الموت مضاف إليه مجرور، علامة الجر الكسرة الظاهرة. هذا المصدر ذكر في الآية تعليلا لوضع أصابع المنافقين في آذانهم، لأنهم يخافون الموت، فكلمة حذر الموت يعني خوفا من الموت، فكأن سائلا سأل: لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ يأتي الجواب:
حذر الايه؟ الموت. فحذر مفعول لأجله أو مفعول له. ابن عقيل يقول المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل. المصدر حذر مصدر ولا لا؟ مصدر. وأفهم علة ولا لا؟ معنى علة يعني سبب، يعني أفهم سبب وضع الأصابع في الآذان وهو مشارك لعامله. أين العامل يا أولادي؟ يجعلون. فهو مشارك لعامله في الوقت والزمن. بالمثال يتضح المقال: قمت لشيخي. إجلالا أو احتراما، أين المفعول لأجله في المثال؟ احتراما. هو مصدر كما قال شيخنا ابن عقيل، مصدر. والمصدر هو التصريف الثالث للفعل، احترم يحترمها احترام، هذا هو المصدر الذي دل على حدث ليس له ايه؟ زمن. الشرط الأول المفعول لأجله مصدر. الشرط الثاني مفهم علة، يعني يبين سبب القيام. فكأن واحدا منكم سألني لماذا قمت من مكانك؟ قلت احتراما لشيخي. فاحتراما بينت السبب والعلة في القيام. الشرط الثالث مشارك لعامله في الوقت والفاعل. الوقت الذي قمت فيه هو نفس الوقت الذي احترمت فيه الشيخ، صح ولا لا؟ طيب قمت، من الذي قام؟ أنا. طب ومن الذي احترم شيخه؟ أنا، صح ولا لا؟ إذن المصدر اشترك مع عامله اللي هو الفعل في كم شيء؟ في الزمن والإيه؟ يا ودرود انت هو في الفاعل، يعني الواحد الفاعل واحد الاثنين والزمن زمن واحد الاثنين. إذا فقد أي شرط من هذه الشروط فإن هذه الكلمة لا تعرب مفعول لأجله تجر بحرف جر بس يفيد التعليل. فمثلا جئت للسمن، جئت للسمن. عارفين السمن ولا لا؟ عارفين السمن يا ابني؟ السمن ده مصدر؟ لا، ده اسم، صح ولا لا؟ ما ينفعش اقول سامنا يسمن سمنا، لا، هذا اسم. والارض وضعها للانام، الانام ده اسم ولا مصدر؟ اسم، فهنا جر باللام. سبب وضع الارض الله سبحانه وتعالى وضعها للانام، يعني الخلق. سمعتوا ولا يا اولادي؟ لماذا جر هذا الاسم باللام؟ لانه ليس مصدرا، ليس ايه؟ ففقد شرطا من شروط النص وهو المصدرية، فجر بحرف الجر الذي يفيد التعليل. جئت، ما سبب مجيئك للسمن؟ علشان اخذ سمن. فاللام حرف جر يفيد التعليل، والسمن اسم مجرور. هل السمن مجرور ولا منصوب؟ مجرور. طيب لماذا فقد النصب؟ ها؟ لانه ليس ايه؟ مصدرا. طيب مثال ما لم يتحد عامله مع عامله في الوقت. جئت جئتك اليوم للإكرام غدا. جئتك اليوم للإكرام غدا. أنا الذي جئت وأنا الذي أرغب أن تكرمني في الغد، فالفاعل واحد، صح ولا لا؟ ما الذي اختلف؟ الزمن. جئتك اليوم في الزمن الحاضر للإكرام غدا. ها، يبقى إذن اتحد المصدر، اتحد مع العامل في الفاعل، واختلف معه فين؟ في الزمن. فهنا وجب الجر. أقول جئتك اليوم للإكرام غدا، فسبب مجيئي عندك اليوم رغبة مني أن تكرمني غدا، فهنا لم يجب النص بل جر باللام. بسبب إيه يا أولادي؟ اختلف مع عمله في الإيه؟ في الزمن.
طيب، جاء زيد لإكرام عمرو له. جاء زيد، أين الفاعل في هذا المثال؟ طيب، لإكرام عمرو له. من الذي أكرم زيدا؟ عمرو. يعني جاء زيد لكي يكرمه عمرو، صح ولا لا؟ إذن اتحد الفعل مع المصدر في الزمن، لكن اختلف فين؟ في الفاعل. فالفاعل في المثال الأول هو زيد، وفي الثاني هو إيه؟ يبقى اختلف الفاعل ولا لا؟ إذا فقد شرط من الشروط التي ذكرناها وجب الجر بحلف جر يفيد التعليل. قال شيخنا: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد، شكرا، ودن يعني اقترب. جد شكرا، جد يعني أكرم وأعطي لأجل الإكرام، فشكرا أو لأجل الشكر. فشكرا مصدر، ينصب مفعولا له المصدر، يعني ينصب المفعول، ينصب المصدر على أنه مفعولا له. إن أبان يعني إن ظهر منه أنه يقصد منه التعليل. هل فهمتم معنى البيت؟ ينصب مفعولا له المصدر، يعني ينصب المصدر على أنه مفعولا له إن أبان تعليلا. قمت لشيخي احتراما، ذهبت إلى المسجد ابتغاء رضوان الله، حضرت إلى جلسة العلم طلبا للمعرفة. كل هذه الأمثلة التي قلناها بيّنت سبب الحضور. هل وعيتم ما أقول؟ يبقى البيته ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، يعني اقترب. فهمنا معنى البيت؟ طيب، يبقى شكرا مصدر، شكر يشكر شكرا، وهو مفهم للتعليل لأنه يبين سبب الجود. أقول جد لأجل الشكر، جد بما عندك كي يشكرك الناس. ومشارك لعامله اللي هو جد في الوقت والفاعل، جد أنت حتى يشكرك الناس، وأنت فالفاعل واحد ووقت الشكر إيه؟ متحد مع الجود. عرفنا البيت الأول يا أولادي؟ طيب، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فاجرره بالحرف. شوف العظمة، وهو بما يعمل فيه متحد. ما الذي يعمل في المصدر؟ إما الفعل وإما المصدر وإما اسم الفاعل. وبالأمثلة يتضح المقال كما يقولون، بالمثال يتضح المقال. المثال ضربت ابني تأديبا، ضربت ابني تأديبا. العامل الذي عمل النصب في تأديبا هو الفعل، وهو بما يعمل فيه
يعني الذي عمل النصب في المفعول لأجله هو الفعل. متحد يعني هذا الفعل اتحد مع المصدر وقتا وفاعلا. وقتا يعني وقت الضرب، ضربت ابني تأديبا فالوقت واحد، زمن الضرب هو نفس زمن التأديب، والفاعل واحد، أنا الذي ضربت وأنا الذي أردت تأديب ابني، ففاعل المصدر والفعل العامل له واحد والزمن متحد، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. وكل ده أمثلة قلناها يعني. وإن شرط فقد فجره بالحرف اللي احنا مثلناها، مثل جئت للسمن، أو الأمثلة التي قلناها جئتك اليوم لإكرام غدا، اختلف الزمن، جاء زيد لإكرام عمرو له، اختلف الفاعل. يقول وإن شرط فقد فجره بالحرف، جئتك اليوم، جئتك اليوم للإكرام غدا. إكرام مصدر، أكرم يكرم إكرام مصدر، هذا المصدر جر بحرف جر يفيد التعليل، ولا يجوز نصبه لأنه فقد شرطا من شروط النصب وهو اختلاف الزمن، وهذا ما أشار إليه شيخنا بقوله وإن شرط فقد فجره بالحرف، فالإكرام مجرور بالحرف اللي هو اللام. وليس يمتنع مع الشروط، يعني الجر يجوز حتى مع اجتماع الشروط. فإذا قلت ضربت ابني تأديبا، كل الشروط موجودة، تأديبا مصدر، وأبان تعليلا يعني بيّن سبب الضرب، وقد اتحد مع عامله في الزمن والفاعل، كل الشروط موجودة ولا لا؟ ومع ذلك يجوز الجر. أقول ضربت ابني للتأديب، هل فهمتم؟ بس هنا الجر جوازا ولا وجوبا؟ جوازا، لأن الشروط مكتملة. لكن إذا فقد شرط من هذه الشروط يجب جره، هل فهمتم؟ كل مفعول لأجله ينصب يجوز جره. في قول الله عز وجل يجعلون أصابعا في آذانهم من الصواعق حذرا، يجوز في غير القرآن نقول لحذر الموت، قمت لشيخي احتراما، قمت لشيخي للاحترام أو لاحترامه، سمعت ولا لا؟ أي يعني يقول وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع، يعني هذا الشخص قنع من معيشته بالقليل زهدا وعزوفا عن الدنيا، هذا هو سبب قناعته، زهدا، ارضى بما قسم الله لك ها تكن ايه لزهد. فلزهد مصدر مجرور باللام وقد اجتمعت فيه الشروط، قنع، قنع ذا يعني هذا، زهدا قنع فعل ماضي، وهذا اسم إشارة فاعل مبني على السكون في محل رفع، زهدا مفعول لأجله منصوب، وكل الشروط التي قلناها موجودة، هو مصدر زاهد يزهد زهدا، وأبان سبب إيه؟ سبب القناعة، صح ولا لا؟ واتحد مع عامل اللي هو قنع في الفاعل والزمن، ومع ذلك جاز إيه؟ جر. قل معي الأبيات يا أولادي، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. قول له أبيات تانية، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كدد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. هل فهمتم ما قلناه يا أولادي؟ طيب اسمع، المفعول له الذي استكمل الشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مجردا من ألو الإضافة،
وإما أن يكون محلى بالألف واللام، وإما أن يكون مضافا، وكلها يجوز أن تجر بحرف جر التعليل، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب. هذا المثال الذي أتينا به، ضربت ابني تأديبا. كلمة تأديب هل هي مقترنة بأل؟ لا. هل هي محلاه بأل؟ لا. هل أضيفت إلى كلمة بعدها؟ لا. يبقى الراجح والأكثر النصب. أقول ضربت ابني تأديب تأديبا، ويجوز الجر. أقول ضربت ابني للتأديب، لكن الأكثر هي ها النصب، كما قال الله عز وجل. لا، الآية اللي ذكرت فيها إضافة. فإذا قلت ضربت ابني تأديبا، قمت لشيخ احتراما، قمت لأستاذ إجلالا، قمت لأبي توقيرا، توقيرا احتراما إجلالا، كلها مصادر مجردة من أل ومجردة من إضافة، فالأكثر النصب، ويجوز الجر بحرف الجر، صح ولا لا؟ ضربت ضرب فعل ماض والتاء تاء الفاعل، ابني مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ابن مضاف ياء المتكلم مضاف إليه ضمير متصل مبني في محل جر، تأديبا مفعول لأجله أو مفعول من أجله أو مفعول له، كلها مسميات لشيء واحد. وهذا المفعول جاز نصبه لأن الشروط اكتملت فيه، فهو مصدر وبين سبب حدوث الفعل، وقد اتحد مع عامله عن الفعل في الزمن والفاعل. فهمتم؟ طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مقترنا بأل، أن يكون يا ولد مقترن بأل. فإذا اقترن بأل فالأرجح والأكثر فيه الجر. أهو ضربت ابني للتأديب، ضربت ابني للتأديب، ضرب فعل ماض والتاء تاء الفاعل نفس الإعراب، بس التأديب ال، وطبعا دي ال شمسية، لما أدخلنا عليها اللام لم تظهر عشان ال شمسية، صح؟ طيب، التأديب اسم مجرور، وهذه اللام الجارة أفادت التعليل وأفاد السبب ضربي لابني، صح ولا لا؟ طالما اقترن بأل يبقى الأكثر ها الجر بإيه؟ الجر بحرف الجر، صح ولا لا؟ فده عكس الحالة الإيه؟ الأولى. الأولى إذا لم يقترن بأل ولم يكن مضافا فالأكثر فيه هو إيه؟ النصب. الحالة الثانية عكس الأولى، إذا كان مقترن بأل الأكثر فيه والكثير فيه الجر والنادر النصب. فإذا قلت ضربت ابني التأديب هذا جائز لكنه قليل، ولذلك أورد بيتا من الشعر يقول الشاعر: لا أقعد الجبن عن الهيجاء، لا أقعد الجبن عن الهيجاء. الهيجاء اللي هي يا أولادي الحرب، لأنها إذا قامت هيجت الناس ونفرت الناس، انفروا خفافا وثقالا. لا أقعد الجبن يعني لا أقعد جبنا أو بسبب الجبن. فالجبن بيّن السبب عدم القعود. لا أقعد الجبن يعني لا أقعد لأجل الجبن، لا أقعد لأجل الجبن. فالجبن مفعول لأجله منصوب، علامة النصب الفتحة، لكن اقترن بأل ولا كان مجردا من أل؟ فالنصب قليل. لا أقعد الجبن يعني لا أقعد لأجل الجبن، فلست خائف من الحرب، فهنا النصب قليل، صح يا ولاد ولا لا؟ النصب إيه؟ قليل. أما إذا تأتي الحالة الثالثة، الحالة الثالثة اللي هي إيه يا أولادي؟
إذا كان مضافا جاز الأمران النصب والجر، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ها حذر الموت. حذر مصدر أضيف إلى الموت، فيجوز النصب ويجوز الجر. فإذا قلت افهم حضرت إلى الأزهر طلبا للعلم أو حضرت إلى الأزهر خوف الجهل، عشان نجيب مضافة خوف الجهل، حضرت إلى الأزهر خوف الجهل، يجوز أن تقول إيه لخوف الجهل، ويجوز أن تقول خوف الجهل، فيستوي الأمران النصب والجر، ده إذا كان مضاف صح ولا لا. وقل أن يصحبها المجرد، ده كلام مين يا أولادي؟ ها وقل أن يصحبها المجرد. طب الحديث عن مين يا أولادي؟ ها رد يا ولدي، مش هنا كان إيه؟ وليس يمتنع مع الشروط، المفعول لأجله يجوز نصبه حتى وإن اجتمعت الشروط، صح ولا لا؟ حضرت إلى الأزهر طالبا للعلم، أقول لطالب العلم ويجوز ذر ولا لا؟ يجوز ذر ولا لا؟ أهو. وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد. قل أن يصحبها المجرد، يصحبها عيد علام التي جرت المفعول لأجله، سمعت ولا لا؟ مش البيت بيقول ايه؟ وليس يمتنع مع الشروط كلزهد. لزهد مصدر، هذا المصدر اجتمع فيه كل الشروط ومع ذلك جاز جره باللام. وقل ان يصحبها هذه اللام المجرد، يعني الذي مجرد من الألوى من الإضافة، ضربت ابني تأديبا، الأكثر أقول ضربت ابني تأديبا ولا للتأديبي؟ تأديبا صح؟ هذا معنى وقل أن يصحبها، يصحبها يصعب اللام الجارة للمفعول لأجله المجرد، فكلمة تأديبا مجردة من ألوى من الإضافة، فكن أجرها باللام هذا قليل. وهذا معنى قول شيخنا وقل أن يصحبها عيد على منها على اللام الجارة للمفعول لأجله المجرد، يعني الذي جرد من ألوى من الإضافة. والعكس في مصحوب أل، يعني إذا كان هذا المصدر مقترنا بأل أو مصحوبا بأل فالعكس اللي هو الجر بإيه؟ باللام، فتقوله لا أقعد الجبن، ده قليل، والكثير أقول إيه؟ لا أقعد للجبن، سمعت ولا لا؟ وأنشدوا على هذا العكس بقى، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، زمر يعني جماعات الأعداء، هل فهمتم؟ يلا قولوا معي الأبيات. ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد، فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. إذن خلاصة الدرس، المفعول لأجله أو من أجله أو مفعول له مصدر يبين سبب حدوث الفعل، واتحد مع فاعله في الفاعل والزمن،
إن فقد شرط من هذه الشروط وجب جره بحرف جر يفيد التعليل، وإن اجتمعت كل الشروط جاز النص وجاز الجر. وأنواع المفعول لأجله ثلاثة: إما أن يكون مجردا من ألو الإضافة، فالأكثر عندئذ النص: ضربت ابني تأديبا، حضرت إلى الأزهر تعليما، ذهبت إلى الجامع رغبة في الثواب. وإن كان مقترنا بأل فالعكس، العكس يعني الجر هو الكثير والنصب هو القليل. وأما إذا كان مضافا جاز الإيه الأمران. هل فهمتم هذا الدرس؟ نأتي المفعول فيه. المفعول فيه المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف كما تعرفون قسمان: ظرف زمان وظرف مكان. ظرف الزمان: صمت يوم الخميس وجلست أمام الكعبة. يوم ظرف زمان يعني يدل على مدة، وهذا الظرف قد يكون يعني مبهم أو محدد. المبهم زي لحظة، زي وقت، زي ساعة. وأما المحدد أو المخصص اللي هو يدل على إيه شيء معين: صمت يوم الخميس، يوم الجمعة، صمت شهر رمضان، عام كذا، كل هذا إيه ظرف زمان يدل على معين. يعني المكان في ظرف مكان مبهم اللي هي الجهات الست: فوق، تحت، يمين، شمال، أمام، خلف. لماذا سمى النحاة ظرف الزمان والمكان مفعولا فيه؟ لأنه مضمن معنى فيه. فالشيخ أحمد إذا قال صمت يوم الخميس يعني الصيام كان في يوم الخميس، صح ولا لا؟ فقوله صمت يوم الخميس يعني الصيام حدث في إيه؟ في يوم الخميس، فهو مضمن معنى فيه. طيب جلست أمام الكعبة يعني جلوس في هذا المكان، يبقى مضمن معنى فيه ولا لا؟ صح؟ وذاك إنسان يقول الآخر انتظرني في المكان الفلاني، في المكان، صح ولا لا؟ أو يبقى الظرف مضمن معنى فيه. لأجل هذا سمى العلماء مفعول فيه. فالمفعول فيه مقصود به ظرف الزمن وظرف الايه المكان. الظرف وقت او مكان ضمنا في باضطراد، كهنا امكث ازمنا. الظرف وقت او مكان، يبقى الظرف منقسم الى ايه؟ ها، زمان او ايه؟ ضمنا فيه باضطراد يعني بكثرة. هنا امكس، اجلس. هنا ظرف مكان ولا زمان؟ هنا، ها، مكان. امكس ازمنا جمع زمن، ده ظرف ايه؟ زمان، مش كده ولا؟ يبقى اتى في بيت واحد بظرف الزمان والايه والمكان. تعال نشوف ابن عقيل بيقول ايه. عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد يعني بكثرة. أمكث هنا أزمنا، هنا ظرف مكان، وأزمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى فيه، لأن المعنى أمكث في هذا الموضع وفي أزمن. طيب ضمن معنى فيه احترز بقوله ضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان التي لم تضمن معنى فيه. يقول مثلا يوم الجمعة، يوم عيد، يوم الجمعة، يوم مبارك، يوم. فهذا الظرف لم يعرب منصوبا على الظرفية لأنه ليس مضمنا معنى فيه. يوم بقت مبتدأ، ولا يصح نقول في يوم الجمعة يوم مبارك. يصح هذا؟ يصح أن أقول في يوم الجمعة يوم مبارك؟
فيوم هنا اللي هو ظرف زمان ليس مضمنا معنى ايه فخرج عن الظرفي اصبح اسم عادي مبتدا. سمعتوا الولاده ولا لا؟ طيب. وقوله باضطراد يعني بكثره، ولذلك احترز عن بعض الكلمات الوارده على العرب لم تضمن معنى فيه، كدخلت البيت، دخلت البيت، وسكنت الدار. التقدير سكنت ايه يا اولادي؟ في الدار. ودخلت في الايه؟ صح ولا لا؟ فهذه الكلمات ضمنت معنى فيه لكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا، يعني ليس كثيرا، لان اسماء المكان المختصه لا يجوز حذف فيه. اسماء، انت عارفين اسماء المكان المختصه؟ عارفين المختصه يعني ايه؟ المختصه يعني المحدده يا ابني، يعني الفصل ده مش له اربعه اركان؟ اقول جلست المسجد ولا جلست في المسجد؟ انتوا سمعتوا ولا لا؟ يعني كلمة البيت والدار والشام متضمنة معنى فيه، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا، لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف فيه معها. أسماء يعني أسماء المكان، يعني جلست في المدرسة، في الدار، في البيت، في المسجد، طالما مكان محدد له أربعة أركان وسقف ده بظرف مختص. ظرف إيه يا أولادي؟ إذا لم يكن له محدد ده بسميه ظرف مبهم. جلست فوق، هل فوق دي محددة؟ جلست أمام المدرسة، أمام، هل أمام دي محددة؟ ليست محددة، صح ولا لا؟ فالمكان المحدد يجب جره بفيه، جلست في البيت، في المدرسة. فبعض العرب قال جلست البيت، دخلت البيت، وسكنت الدار، هذا قليل. الكثير هي صحيح مضمنة مع فيه بس يجب ذكر فيه. الظرف وقت أو مكان ضمن فيه باضطراد، كهنا أمكس أزمنا، فانصبه بالواقع فيه، فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا. اسمع يا ابني، عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير، ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير، أنا ضارب زيدا يوم الجمعة عندك. صلوا على الحبيب. ظرف الزمان والمكان منصوب، منصوب ولا لا؟ ما احنا جبنا مثال اهو، صمت يوم الجمعة، فيوم ظرف زمان منصوب، جلست عندك او عند زيد، عند ظرف مكان منصوب، فطالما منصوب لابد له من ناصب. الناصب واحد من ثلاثة، اما المصدر عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة، يوم ظرف زمان منصوب، اين ناصبه؟ ضرب، والضرب هنا مصدر، ضرب يضرب ضربا. عند ظرف مكان منصوب ناصبه المصدر، ضربت زيدا يوم الجمعة، يوم ظرف زمان منصوب الناصب هو ايه؟ الفعل. أمام ظرف مكان منصوب ناصبه الفعل، أنا ضارب، ضارب ده اسم فاعل وصف، زيدا يوم الجمعة، يبقى يوم ظرف زمان منصوب ناصبه ضارب، فانصبه بالواقع فيه،
الواقع فيه يعني عامله الذي وقع فيه الفعل. عامله واحد من ثلاثة، إما المصدر وإما الفعل وإما اسم الفاعل، هذا معنى فانصبه بالواقع فيه. فالضرب حدث في يوم إيه؟ وحدث عند إيه؟ وعند إيه؟ وأمام الأمير، صح؟ يعني في هذا المكان. فإن كان ظاهرا يبقى هذا هو الذي نصب، يعني الناصب للمفعول فيه أو الناصب لظرف الزمن والمكان اللي هو الفعل أو اسم الفاعل أو الذي ظهر في الكلام. فإن لم يظهر في الكلام فانويه، يعني قدره. فإذا قال قائل مثلا متى جئت، سؤال بيسأله متى جئت، تقول يوم الجمعة. التقدير يا أولادها جئت يوم الجمعة، يبقى يوم ظرف زمان منصوب، ناصبه محذوف جوازا لأنه دل عليه دليل في السؤال. متى جئت؟ أقول يوم الجمعة، ويجوز أن أقول جئت يوم الجمعة. وكذلك كم سرت، كم سرت، أقول فرسخين أو ميلين، وده يدل على إيه؟ مكان. فرسخين، التقدير سرت فرسخين، فهنا حذف العامل. وهذا معنى قول شيخنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا، يعني العامل الذي ظهر، إما أن يكون مصدرا عجبت من ضربك زيدا يوما، ظرف زمان منصوب ناصبه المصدر، ضربت زيدا يوم الجمعة ناصبه الفعل، أنا ضارب زيدا يوما يبقى ناصبه اسم الفاعل، وكل هذا العامل ظهر، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان، إذا كان مظهرا فانصبه به، وإلا التقدير يعني وإن لم يظهر، التقدير وإن لم يظهر فانويه. الفاء دي واقعة في جواب شرط، يعني حذفت، حذف فعل الشرط بعد أو بعد إلا دي، أصله وإن لم يظهر فانويه، انويه يعني قدره مقدرا. كما قلنا متى جئت تقول يوم الجمعة، أصلها جئت يوم الجمعة. كم سرت تقول فرسخين، التقدير سرت فرسخين. قل معي يا أولاد الأبيات أو البيتين، الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. الخلاصة أو خلاصة هذين البيتين أن المفعول فيه قسمان، ظرف زمان ومكان. ظرف الزمان يعني يدل على مدة، وسوف يأتي تفصيله في يعني مدة محددة وفي زمن مبهم. ظرف الزمان والمكان ضمن معنى فيه، فإذا قلت صمت يوم الجمعة يعني صيامي كان في يوم الجمعة، جلست أمام المسجد يعني جلوسي كان في هذا المكان، هذه معنى ضمن فيه، معنى فيه باضطراد يعني بكثرة. كهنا اسم مكان، ظرف مكان. أمكث يعني اجلس، أزمنا جمع زمن، فأتى في بيت واحد بمثال لظرف المكان والزمان. فانصبه يعني انصب هذا الظرف سواء أكان زمانا أو مكانا بالواقع فيه، يعني عامله الذي ظهر. وهذا العامل قلنا كم واحد، ها؟ إما أن يكون المصدر عجبت من ضربك، ضرب يضرب ضرب، وهذا المصدر أضيف إلى فاعله كقول ربنا ولولا دفع الله الناس، أهي ضربك زيدا، زيدا مفعول به لضرب لأنه يعمل عمل الفعل. والكاف ضمير متصل مبني في محل جر من إضافة المصدر إلى فاعله. يوم ظرف زمان منصوب ناصبه هذا المصدر، عند ظرف مكان منصوب ناصبه المصدر، ضربت زيدا يوم الجمعة، ضرب فعل ماض التاء تاء الفاعل، زيدا مفعول به منصوب. يوم ظرف زمان منصوب ناصبه ضرب فهو الفعل،
أمام الأمير، يعني ضربت زيدا أمام الأمير، أمام ظرف مكان منصوب ناصبه الفعل الذي يسمى عامل. أنا ضارب اسم فاعل يعمل عمل الفعل. زيدا يوم الجمعة، فيوم ظرف مكان ظرف زمان منصوب ناصبه اسم الفاعل هو ضارب، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الايه الفعل. وكل وقت قابل ذاك، وما يقبله المكان إلا مبهما. وكل وقت قابل ذاك، وما يقبله المكان إلا مبهما. نحو الجهات والمقادير، وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. صلوا على الحبيب. وكل وقت قابل ذاك، في البيت الذي قبله يتحدث عن النص، صح ولا لا؟ يقول فانصبه، انصبه انصب الظرف. وكل وقت قابل للنصب، سواء أكان ظرفا مبهما، أقول مثلا سرت لحظة، وسرت ساعة، هذه الساعة مبهمة ولا محددة؟ مبهمة، وكذلك لحظة. أو مختصة، مختصة يعني في إضافة أو وصف. سرت يوما طويلا، سرت يوم الجمعة، فظرف الزمان إن أضيف أو وصف أصبح إيه؟ مخصصا، يعني يدل على زمن محدد. فلما أقول سرت يوما واحدا، يوما واحدا أو يوما طويلا، طويلا صفة لمين يا أولادي؟ فإذا وصف يبقى أفاد إيه؟ ها؟ التخصيص. لكن شوف افهم الفرق بين التخصيص والإبهام. سرت يوما دي نكرة، دي نكرة مبهمة، فإذا أردت تخصيصها بوصف أو بإضافة أصبحت محددة، يعني قريبة من المعرفة. مثل قول الله سبحانه وتعالى وقال رجل مؤمن، رجل نكرة لكن وصفت بمؤمن فأصبحت مخصصة، يعني قريبة من المعرفة. طيب سرت يوما طويلا، الظرف ده مبهم ولا مخصص؟ طب كيف عرفت انه مخصص؟ بمجيء الصفة بعده. سرت يوم الجمعة، اين ظرف الزمان؟ هذا الظرف مخصص ولا مبهم؟ كيف عرفت انه مخصصا؟ باضافته. الظرف اذا وصف او اضيف اصبح مخصصا، يعني يدل على زمن محدد. أما إذا قلت سرت لحظة وساعة، هذا ظرف مبهم، سواء كان مبهما أو مخصصا وجب نصبه. وكل وقت إشارة إلى الزمان قابل ذاك، قابل ذاك النصب. هل فهمتم؟ وما يقبله من المكان إلا مبهما. المكان المحدد لا ينصب، سمعت ولا لا؟ يود رد المكان الايه؟ يعني الفصل ده محدد ولا مش محدد؟ ينفع اقول جلست الفصل يا ابن رد؟ طب ليه ما ينصبش؟ عشان ده محدد، صح ولا لا؟ لا اقول جلست في الفصل ولا اقول جلست الفصل، لان اصل هذا المكان محدد، صح يا ولاد ولا لا؟ انا عايز المكان المبهم اللي هي الجهات الست، صح ولا لا؟ فوق. طب فوق ده مش مكان محدد، ما فيش جهات اربعه محوطة بالمكان، صح ولا لا؟ أهو وما يقبله المكان إلا مبهما، يعني ظرف المكان لا يقبل النصب إلا إذا كان إيه؟ نحو، يعني مثل الجهات اللي هي الجهات الست، فوق تحت يمين شمال أمام خلف، صح ولا لا؟
وذلك في القرآن الكريم. ثم لا يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن جلست أمامك وخلفك يمينك شمالك فوقك تحتك. كل ده ظرف مكاني يا أولادي، مبهم ولا لا؟ ومبهم يعني مش محدد. طيب النوع الثاني من أسماء المكان ما صيغ من المصدر بشرطه الذي نذكره. جلست مجلس زيد، جلست مجلس زيد، المصدر لازم يا ولادي يصاغ من نفس الفعل، جلست مجلس، لكن لا تقول مثلا قعدت مجلس زيد، سمعت ولا لا؟ لازم المصدر يصاغ منين؟ من الفعل. ويشتركان، يشترك اسم المكان مع الفعل في مصدر، يعني جلوس أخذ منها جلسة وأخذ منها مجلس. وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، جلست مجلس زيد وقعدت قعود عمرو. يبقى إذن اسم المكان لا يقبل النصب إلا نوعان، أحدهما المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه، يعني أن يكون عاملهم اللفظه. قعدت مقعد زيد، جلست مجلس عمرو، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره، جلست في مرمى زيد، ولا تقول جلست مرمى زيد. طيب في عندنا المقادير يا أولادي، المقادير زي كلمة الميل أو الفرسخ أو البريد، كل هذه ألفاظ تدل على إيه؟ مقدار المسافة. سمحت مقدار يا أولادي؟ عند العرب يعني. فنقول مثلا مشيت ميلا، الميل يعني ألف باع، وفرسخا يعني ثلاث أميال، وبريد يعني أربعة فراسخ، كل هذه مسميات عند العرب. يقول وكل وقت قابل ذاك، يعني ذاك النصب سواء كان مبهم أو مختص، وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير. المقادير زي إيه؟ ها؟ زي فرسخ وزي ميل وزي بريد. وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، إذن ظرف المكان متى يجب نصبه؟ ها؟ إذا كان مكان مبهم. وكيف المكان المبهم؟ اللي هي الجهات الإيه؟ طيب إذا لم يكن مبهم يعني محدد يجب جره ولا ينصب؟ يعني جلست في الفصل، الفصل ده مش ليه أركان محددة؟ يبقى هل هو مبهم ولا محدد؟ يبقى في هذا الحق يجب جره. أقول جلست في الفصل، في المسجد، في البيت. أما إذا كان من الجهات الست، فوق تحت يمين شمال أمام خلف، هذه ليست محددة، فظرف مكان مبهم ليس محددا بجهة معينة. يجب نصبه. والمقادير كلمة فرسخ وميل وإيه كمان؟ وبريد. وما صيغ من الفعل، يعني ما صيغ الشرط إن اسم المكان يصاغ من نفس الفعل. أقول جلست مجلس زيد، قعدت قعود زيد، كمرمى من رمى. قل معي الأبيات يا أولاد. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. وأتى في البيت بعد كده بالشرط يا أولادي، وشرط كون ذا مقيسا، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. كما قلنا يعني يجب نصب ظرف المكان
إذا اشتق من المصدر. فمثلا جلست جلوس جلست مجلس زيد، جلست مجلس زيد. وشرط كون ذا يعني هذا الذي صيغ من الفعل أن يقع، يعني مقيسا يعني يقاس في الكلام، أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. فالفعل والمصدر كلاهما مشتق من أصل واحد وهو المصدر، عفوا اللي هو اسم المكان. اسم المكان مع الفعل مشتقان من المصدر. المصدر الجلوس اشتقنا منها جلس ومجلس. وشرط كون ذا هذا الذي صيغ من الفعل مقيسا يعني تقيس عليه في الكلام أن يقع ظرفا. جلست مجلسا، جلس فعل ماضي، التاء تاء الفاعل، مجلسا ظرف مكان منصوب، علامة النصب الفتحة الظاهرة، زيد مضاف إليه. لماذا وجب نصبه؟ الشرط موجود لأنه وقع ظرف مكان لما في أصله معه اجتمع، يعني اجتمع الفعل معه في الأصل وهو المصدر اللي هو الجلوس والقعود. قعدت مقعد زيد يعني قعدت مأخوذة من القعود. عرفنا الشرط يا أولاد ولا؟ لأنك لو لم يشترك هذا اسم الزمان اسم المكان مع الفعل في المصدر لما وجب نصب. أقول مثلا قعدت، ينفع أقول قعدت مجلس زيد؟ ينفع؟ لا، يبقى احنا عايزين ايه؟ من نفس الفعل، من نفس الفعل. هذا معنى وكونه وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. فالفعل اجتمع مع ظرف المكان في أصل واحد. خلاص يا أولادي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله تعالى خيرا.